رايحة. بطلع رفيجتي نورة تنظرني تحت. تطلعين أمي بهالحالة ضايق خلقها؟ ترى أنا مستأذنة منها، بعدين شيء ضروري لازم أروح. أوكي. يلا باي. باي. سينا انت ما تتعبين من الفراره بين البقالات؟ رحت اشتري لي شيء. زين روحي اقعدي مع امي، قاعده بروح انا، بروح شوي وبرجع. اوكي. هاي اهلين، ايش فيك تاخرتي؟ شنو ما تاخرت بس شوي لا لا تاخرتي. زين يلا انت. يلا اوكي. لا والحين بعد في مشكله ثانيه واكبر. لا ان شاء الله الله لا يقول. ايش مشكلته بعد؟ باشر اللي تزوجت والله رزقني بنت وسميتها سلوى، بتقوم القيامه لان خالي جبر ومضاوي ما راح يرضون اسمي ثريا. خلاص حبيبي سد الباب ولا تسمي لا سلوى ولا ثريا. لا يما اللي انت سويتيه ما حد يسوي، انا وايد اعزك واحبك وبسمي عليك. حتى انا احبك بس حبيبي انا ما ابي اخذك وما ابي لك ضقت الخلق. شوفي شلون انا اخاف عليك حتى من الكلمه. بعد عمري الغالي ساج ذخر كذي بعاند وبصمم واصر اني اسمي سلوى. سبب ممكن اتصل فيك؟ انا اسف بس بصراحه هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن اعرفك فيها. انا بصراحه ما اعرف عنك شيء، ودي اعرف عنك كل شيء. ما يصير طلال، احنا اول شيء نتعرف على بعض عدل وعقبها بتحبيني ولا حبيتيني بترضين فيني. كلامك ما اقنعني. مو انا ودي اعرفك عشان بس تتاكدين اني انا جاد، انا مو دق العب. بصراحه انتوا البنات بعد ما نعرف لكم ما نعرف شو ارضيكم. كل وحده تبي واحد يتقدم لها وبعدين يتعرفون على بعض، يعني كنت تحت عين اهاليهم عشان ما حد يتجرأ يتكلم. طلال يعني انا ما عندي تجارب والحين انا ما راح اعرف. عيل جربي يابا. ان حبيتيني تقدم لك على طول، وان ما حبيتيني يبقى خلاص يصير خير. انا لازم اروح. وين يبقى يا تمنس؟ ما خلصنا حكينا. لا ما راح اقدر، ينطروني برا وامي تنطرني بالبيت. الا وين بيتكم؟ بعدين. هل من صدقك انت بتروحين وتخليني وانا بهالحاله؟ ايش اسوي ثريا بعد؟ اخوي ناطرني تحت، ما اقدر اعاند اكثر من كذي. زين متى بتردين؟ من الناحيه هذه لا تحاتين، كلها كم يوم ازعل وتحصليني انا واقفه عند باب بيتك انا وقشي. الله يعيني الليله، شلون بنام ولا شلون بتعدي وانا بضيجه؟ بتنامين، الله يخلي هالتكنولوجيا وهالتليفونات. ماكو شيء يسد. اي سد؟ عيال خلاص، نطريني كذي يومين ثلاث، ما راح اطول اكثر من كذي، ازعل ويج. يلا حياتي. مع السلامة. يعني شو يبي منك؟ يبي يكلمني. شنو قال؟ يقول يبي يخطبني اذا اتفقنا، بس ما ادري نوران احس ان كلامه ما يتصدق. انت مينونة؟ جربي حظك يمكن صدق يبي يتقدم، وبعدين الرجال شكله زين، ولد عائله زينه، الفرصه ياتش لا تضيعينها. اي مو الكلام سهل، بس عاد وين اللي يقدر يصير قول وفعل؟ انا اخاف اصدقه ويطلع نفسه، واخاف ما صدقه واضيع على نفسي فرصه مثل ما قلتي، بظلم بختي. انا اقول جربي، وبعدين مو عيب انك تجربين النوايا. انا بفكر وبرد عليه. وينك؟ عيست وانا ادق عليك؟ ايه كنت سايبه الموبايل بتاعي في اوضتي وطلعت اشوف وقتي. وقتي؟ وش يا بوقتي هالحزه؟ تمات وعايز يشوفني يا اخواتي هنني على جوزي يا اختي وجماله يا اختي. عشتوا زين ما جهزتوا الشقه؟
ما هو بيشتغل ليل ونهار يا مريم عشان يجهز الشقة، والاسم ان انا متجوزة جواز مع وقف التنفيذ لحد ما تجهز الشقة. زي ما قلت لي ان انا بساعدكم. لا يا اختي مش هيرضى، انت مش عارفة واجدي لا لا مش هيرضى حاجة منتي خالص. صفية اعتبريها هدية زواجكم؟ لا يا مريم مش هيرضى خالص، ده انا خلوبت اقول له. اصل انت مش عارفة وجدي صعيدي وراجل حمش يا اخواتي على جوزي يا ناس وجمالي. انزين سمعيني ابي تشغلي لي راداراتك، عندي مكالمه مهمه ودي اسويها. علي يا قمر مو عندي تشغلين راداراتك برا صفية. طيب الو هلا ثريا شلونك؟ هلا مريم شلونك انت شخبارك؟ والله بخير عساك بخير، حبيت ابارك لك على خطبة الضرار. انت اول وحده تباركي لي بالدنيا. حبيبتي انت والله فرحت لوايد. الحمد لله الله يوفقك فالج. مشكوره ما قصرت حبيبتي الله يسمع منك. بس ما قلتي لي شلونك مع الخطبه؟ والله شو اقول لك، كبر بسرعة، ما كنا ذاك الصبي اللي يبونه لي بالابتدائي يبونه بمريلته علشان أشوفه ويردون يأخذونه مني. صار معرس هالحين. اي والله يا حليلة استانست لوايد. زين ثريا مشغولة هالأيام؟ كان مفروض يكون عندي تسجيل اليوم بس شكلي ماني رايحة، تعبانة شوية. ليش؟ عسى ما شر. أبد ماكو شيء، سلامتك. في شيء؟ مغنية بصوت عالي أوبرا. قريتها؟ ما فهمت شي. كل هذا مو فاهم قصدي. أنت بتعرفي إنه أنا أحب أقرأ من عينك. عيني ما تقول شيء قبل ولا يقول. بس خايف بكرة تكبري وتنسيني. غزال ليش تقول كذي؟ سينا خايف في حدا يغيرك. أنت ليش كذا ضيق قلبك؟ قلت خايف حدا يغيرك. ما قلت إنه أنت تغيرتي. خلاص يا حبيبتي خلاص، عين انت شاوف باشر. يلا يا عم ان شاء الله مع السلامة يا عم مع السلامة. وانت من اخفض لحظة عنك هجيتي من الشقة؟ وين رحتي؟ يما ما رحت مكان، حتى ما طلعت برا العمارة، كنت عند لبنى. ما صارت هاللبنى، نحن بدارج حسي، جاب لي كتاب، طالع امتحاناتش، طالع دروسك. شو اسوي يما يعني ما غير جو؟ لا غيري جو يما. مساء الخير. يا هلا مساء النور، ايش هالبنات اللي كلها داجين؟ نحن بكم ركدوا شويه. يما الله يهديك شفيك، هذا وانا مستاذنه منك. مستاذنه مني بس قعدي جابليني يقولوا وين تبوحها مسكينه او انسها اقعد معاها. ويوفى عليك الحين نقعد معك واسوي لك احلى عشاء ونحط فيلم وتجابل على الطاوله. اي والله اوفى عليك.